بدعيتي. ليس أن يستغلونك ذاتها لأجل مصالح شخصية ستزول. دابا ملي كنا كنناضلوا بحقها خاصة بعد تفويتات الأولاد اللي دارت في كازا ثم في الرباط في كازا في 1997. ودائما مطالب بالإنصاف وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية. جلالة الملك يا جلالة الملك يا جلالة الملك ما كافيش تضامن معهم ديالهم معنا سيكونوا في الساحة. المواطن حتى حتى بارك شكرا. السلام عليكم. ادريس بن مؤمن. الحمد لله الحراك ديالنا مستمر. كنا سباقين عبر الوطن العزيز اللي كنا اللي تنبأنا لهذه الخطوره ديال دخول الشركات لتدبير الماء رغم التجارب اللي كانت موجوده عبر الوطن. الحمد لله النضال ديالنا مستمر، المسيره ديالنا مستمره لحق الان لم يستجيب السلطات ولا المجلس الجماعي اللي كنتمناو ان شاء الله الله يهديهم، كنتمناو لهم الهدايه وقع هذا امر خطير والخطوره ديالو كتمشي وكتزاد يوما بعد يوم. الاساتذه والدكاتره والباحثين كينبهوا المغاربه بالخطوره ديال خوصصه الماء تسليع الماء وكنقول وكنضم صوتي للجميع نازل في جيك اللي رافضين لا للشركه. حنا في جيك خاصها تنميه حقيقيه واش المخاطر اللي كنعيشوها اكثر من تفوت الماء. وشكرا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.